السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. صحيح عندنا فترة طويلة ما عملناش فيديو، ولكن حبيت نعمل هذه الفيديو باش نتكلموا على موضوع قد يشد الانتباه الكثير. وانتم اكيدا اللي جايين تسمعوا هوني جايين باش تحبوا تعرفوا علاش هذا الفيديو اسمه الجن الازرق. طبعا قد يكون الحديث عن شيء اخر غير الجن، ولكن الاعلام والعناوين وعلم الاعلام جدا مهم في جذب المشاهد وجعله يعني يحاول باش يعرف هذه المواضيع التي تعتبر غيبية أو غير مرئية أو غير معلومة لديه. طبعا قد نتكلم عن الجن الأزرق، وفي الحقيقة احنا موضوع الفيديو غير الجن الأزرق حجم، وهذا دور الإعلام ودور البروباغندا من أجل جذب الآخرين. في هذه الحلقة في الحقيقة عندنا مشاركة مع لونا. أهلا وسهلا لونا. أهلا كريم. أهلا وسهلا. التي هي معناتها كيف أي واحد فيكم مهتمة بفكرة الجن وفكرة السحر وهذه الأمور الغيبية، ولهذا عندها عديد من الأسئلة يمكن أنا لا أقدم لها الإجابة، يمكن أنا ما قدمناش الإجابة، ولكن يمكن من خلال السؤال والإجابة كثير منكم يلقوا إجابة لأنفسهم. أعود إلى لونا ونسألها أنا السؤال الأول، ماذا تريد أن تعرف عن الجن وعن السحر؟ وعلاش معناتها تحب تعرف؟ يعني السؤال الثاني، علاش تحب تعرف؟ ولماذا فكرة الجن والغيبيات يهتم بها الإنسان بصفة عامة وخاصة في مناطقنا، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ أهلا وسهلا مرة ثانية وأعطيك الكلمة. أول شيء بدي أقول مساء الخير لكل متابعينك، وأكيد أنا واحدة منهم. وسؤالي اليوم هو إجا منك تحديدا، لأنه خلال متابعتي لإحدى حلقاتك كنت تتحدث عن موضوع أنك التقيت في فترة من الزمان بشخص من الأقطاب في الغنوصية، وكان معلمك في هذا المجال اللي هو أصلاً شيء باطني، فإذا هو شيء غيبي لأي شخص لا يعلم أن هناك باطن وظاهر، وإنما يعيش معظم حياته في الظاهر أو كما تعلم أو كما هو الموروث أو كما هي أساطير الأولين أو بالإضافة إلى أن هناك عدد لا تحصى من كتب، وأشهر ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة قد يعتقد عدد كبير من الناس أنها قصة من ضرب الخيال، ولكنها كانت هناك في ذاك الزمان، ومعظم الأحداث قد تكون لم تحدث كما هي، ولكن العبر التي جاءت كانت أبطالة أو شخوصة بين الإنسي والجني، وكأن هناك علاقة في هذا الوجود بين الإنسي والجني. ويبقى السؤال حتى بالنسبة للمثقفين أو المتعلمين أو أبناء هذه البيئة الشرقية، وعندما أقول الشرق لست أقصد فقط الشرق الأوسط وحتى الشرق الأدنى وحتى في روسيا وجزء كبير في أوروبا، بأن هناك عالم من الأرواح هم مثلنا تماماً، لأنه نحن أرواح إضافة إلى الأجساد، ولكن هذه الأرواح لديها قدرات تفوق القدرات الخاصة بنا نحن كبني آدمين أو كإنسيين. لذلك في البداية أسألك،
من خلال معرفتك ومن خلال العلم الذي تلقنته من أستاذك أو معلمك، هل هناك فعلا سحر بالأول؟ هذا السؤال الأول، وسنبني عليه باقي الأسئلة. أوكي، أما قبل أن أجيبك على السؤال الأول، هل هناك سحر؟ لم تجبني على السؤال بتاعي، لماذا الناس تهتم بهذه الأمور؟ ولماذا أنت بحد ذاتك يعني تريد أن تعرف هذه الأمور؟ ألا يكفيك عيشك في حياة مادية عادية معلومة ملموسة؟ لماذا الإنسان يبحث على التعقيدات؟ لماذا يريد أن يعرف هل هناك سحر أو ليس هناك سحر؟ لماذا يريد أن يعرف هل هناك جن أو ليس هناك جن؟ لماذا يريد أن يعرف هل هناك روح أو هل هناك شيء آخر غير المادة؟ ما هي الأشياء اللي بالنسبة لك أنت تخليك تهتم بهذه الأمور؟ أليس كل الحيوانات وكل الوجودات في الوجود موجودة وعايشة على روحها وعمرها ما سألت هذا السؤال؟ لماذا الإنسان يسأل هذا السؤال؟ وعليش يحب يكون له إجابة؟ أولاً أنا ما فيني أقارن الإنسي بالحيوان، رغم أنه نحن كلنا حيوات، كل شيء ينمو ويكبر ويموت هو حيوات. فالحيوان لن يسأل إذا كان هناك سحر أو لا، لا يكون علما أن الإنسي يقول دائما أن الحيوان يستطيع أن يرى الجن في حال وجوده. أما لماذا أسأل؟ فلماذا أسألك؟ يعني الجواب في هذا السؤال بأنه لماذا الناس دائما تسأل من أين أتى الله؟ وما هو الله؟ وهل هناك حساب؟ ولماذا دائما هناك كل الأديان مبنية على أن هناك ملائكة تراقبنا، وهناك ملائكة على أكتافنا، وهناك بعد الموت ملائكة تحاسبنا، وهناك عالم ضخم وكبير جدا في الغيبيات الغير متيقن منها، وإنما هي شيء من المسلمات، لأنه ربينا على هذا الشيء بأنه هذه كل القضايا هي مسلمات والنقاش فيها أصلاً ممنوع إلا إذا كان في جانب إرضاء هذا العالم المجهول. فإذا كان عالم الإله مجهول وعالم الملائكة مجهولة، فإذا الجن اللي هي توازي الملائكة أو توازي الخير والشر، النقيضين في كل شيء، فلماذا دائماً نسأل كل هذه الأسئلة؟ أو لماذا نفعل كل شيء في الحياة في سبيل بأن هناك ملائكة تراقبنا وهناك إله يراقبنا؟ فطبيعي إذا أوجد مفهوم الجن فعلى الأقل هناك ما فهمنا أن إمكانية الاتصال مع هذه القوى الخفية والقادرة على تحقيق كل شيء سواء كان في الخير أو في الشر. فلماذا لا نفهم أولاً أنه هل هي حقيقة موجودة، علماً أنه هناك في كل الأديان اللي هن شيوخ بيقولوا عليهم أو ما بعرف شو بيسموهم في باقي الديانات، بأنه قادرين على الاتصال بالقوى السفلية، علماً نحن نعيش في العالم السفلي لأن الدنيا من الدنو، لسنا في الحياة العلوية وإنما في الدنو. لماذا هناك اعتقاد هائل بأنه هناك أشخاص على مقدرة بالاتصال بالعالم السفلي لتحقيق ما تريد، علماً وهون والأشخاص اللي يقصدونهم إن أكثر الأشخاص المتدينين؟ طيب إذا كان هناك إيمان مطلق في الإله والقدر وما كتب عليك، لماذا هذا التجاوز لآلهة القدر مثلاً؟ فطبعاً أنا مهتمة في كل ما قيل، لأن هذه الأقوال للأسف هي جزء من تراثنا، وبالتالي هي جزء من تفكيرنا، وبالتالي هي جزء من اهتمامنا. ففي المغرب العربي مثلاً معروف في كل أنحاء الشرق الأوسط بأنه أكثر الناس المشهورين في هذا الموضوع وعندهم قدرات خارقة في الاتصال مع هذا العالم السفلي. فليكون توضيح. أوكي، احنا الان يعني نتكلم في موضوعين متوازنين، لازم نفرق من بين
العالم الغيبي بصفة عامة أو ما يسمى عالم الجن أو عالم الملائكة أو عالم الأرواح وبين السحر. أتصور أن السؤال بتاعك يعني موجه حول السحر. السحر معناتها يمكن في جانب من الجوانب بتاعه يكون عنده علاقة بما يسمى بالعالم الغيبي، ولكن في جانب كبير منه عنده علاقة بالحياة الفعلية، بالوجود الفعلي الموجود معناتها المادي. لهذا قبل أن نتكلم هل السحر موجود أو غير موجود، يجب أن نعرف ماذا يعني السحر، ما هو السحر بالنسبة ليك أنت كلونة، يعني كإنسان، يعني معناتها خارج هذا العالم تاع السحر وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الغيبيات. عندما أقول لك سحر، شنو يخطر على بالك؟ أنا أعتقد أن السحر هو واقع بين الإنس ولا يوجد أي قوة للجن، لأن اللوجيك أو المنطق تبع الإنس هو منطق الواقع، منطق الحياة، منطق الرغبات. لذلك السحر واقع بيننا في كل تفصيل بحياتنا. السحر هو مدى الأدوات التي تملكها أنت كإنسان وقدرتك على السيطرة على الآخر بإقناعه بما ترغب أن تقنعه به. السحر موجود كواقع وكواقع ملموس ابتداء من السياسة إلى المجتمع إلى العائلة إلى حتى الفرد نفسه. السحر نمارسه في كل لحظة وعبر الكلام. الكلام له وقع، هو السحر بذاته. عندما اكتشف الإنسان الحرف وشكل الكلمات ليلعب بها، وهذا اللعب من خلاله يقع السحر على الآخر باسم الحب، باسم الروابط العائلية، باسم الحاجات المادية، باسم أي شيء تحتاجه الدنيا والبشر ليستمروا. وأنا أقصد الدنيا والبشر، لأن الحياة والإنسان هي شيء آخر. هذا اعتقادي، ولكني لأني فضولية وأسمع القصص الكثيرة، وخاصة في عالم الإنترنت حاليا، يعني لو بحثت في يوتيوب رح تلاقي فيديوهات لا تعد ولا تحصى عن السحر وإخراج الجن وتحرير أو سيطرة الجن على أحد الإنسيين وكاد يقتله، أو على من يأتيه في المنام ويحاول أن يطلب منه أشياء. هذه المعتقدات يجب أن تفسر بشكل منطقي لننتهي من هذا الموضوع تماماً. هلأ بيجوك بيقولوا لك أنه مثلاً في الكتب السماوية ذكر الجن. طيب يعني ذكر الجن قد تكون رمز. هذه مشكلة الكلمة، أنه الكلمة تقال وتفهم كما تقال أو كما تفسر، ولكن لم يفكر أحد أن يذهب إلى باطن هذه الكلمة ويشوف ليش انقالت، وين انقالت، ولماذا قيلت. أنا هذا رأيي بالتواضع. أوكي، معناتها يمكن السؤال متاعي يوجه أيضا لي أنا بحد ذاته، يعني أنا في يوم من الأيام مثلك ومثل أي إنسان موجود يعني الآن يسمعنا أو سوف يسمعنا في المستقبل عنده فكرة قبل أن يخطص أو قبل أن يدخل لمعرفة هذا العالم. مثلا نضرب لك مثال أنا شخصيا، كأي إنسان يتصور أن العالم الغيبي أو عالم السحر هو عالم يعطيك قوة ويعطيك إمداد ويعطيك تحقيق رغبات لا يمكن أن تحققها بالأساليب التقليدية والأساليب العادية المادية في كل مجال، سواء في مجال الحب أو في مجال المال أو في مجال معناتها الشهرة أو في مجال السياسة أو في أي مجال آخر.
دائما عندنا فكرة إن عالم السحر هو عالم يملك الأدوات لتحقيق الأحلام وتحقيق الرغبات التي نحجز على تحقيقها في العالم المادي. ولهذا أنا قررت أن أغوص وأتعمق وأصل إلى عمق هذا العلم، والذي أؤكد وأعيد مرة ثانية إنه علم السحر والغيب والغيبيات، هو علم. ونعرف وإحنا عندما نقول علم يعني له أدواته وله القواعد متاعه. هل توافقني لونا في فكرة إن عالم السحر وعالم الغيب هو الهدف متاعه الأول لإنسان عادي ينظر من الخارج هو العصا السحرية؟ وأنت ذكرت في أول كلام تاعك حول مسألة الجني ومصباح علاء الدين، لو تعود إلى هذه النقطة وتعطينا فكرة أكثر حول الموضوع لو سمحت. بالنسبة لعلاء الدين والمصباح السحري، لا شك بأنه الجميع سمع فيها وحتى شافوها لما أنتجته والت ديزني. أولاً أنا بحس أنه القصة بحد ذاتها هي حالة من، أنا باعتقادي أنه المضمون الباطني تبعها بأنه الإنسان لا ييأس، لأنه المصباح السحري هو شيء من المعجزات، بأنه يكون لك خادم مطيع وله هذه القدرات العظيمة بتحقيق كل ما ترغب فيه، كل ما ترغب فيه. علما لو جينا على ما طلبه علاء الدين، هو كل شيء مادي، من الوليمة إلى المال إلى القصر إلى لكي يحظى ببنت السلطان. فإذا هي الحتوتة بحد ذاتها ما فيها شيء أوفر، هي تدعوك لأنك تعيش مثل ما أنت عايش، تأكل وتشرب وتنام وتتزوج ويكون عندك بيت كبير ليلعبوا فيه الأولاد و. لكن لما بتطلع بقدم القصة بشوف إنه لما عملوا علاء الدين والمصباح السحري في والت ديزني، عملوا الجني أزرق وكأنه هناك إشارة لما سيأتي في المستقبل وهو أزرق وسيحقق لك كل رغباتك، وأنت جالس في مكانك وأنت سيد ما تقوم به. الفيسبوك هو الجني الأزرق، هو اللي حقق ما أراده الناس، ولكن ليس على مستوى وليمة ومال وقصر وبنت السلطان، وإنما بما حقق لك شيء من وجودك. لأن أكثر الناس متعلقين في الفيسبوك هم أشخاص غير واثقين بنفسهم، يختبئوا وراء الوجه الأزرق ليقولوا ما يحلموا به، وكأنه مصباح سحري، بدل أن تفركه تكبس الزر وتقول ما تقول وتجذب من تجذب وتؤيد وتعارض وتفعل كل ما تريد وأنت في مكانك وهو يقوم عنك بكل الأشياء. هذا الجني الأزرق اللي نحكى عنه من آلاف السنين، الآن في عصر التكنولوجيا التي لم تأتي بجديد، على فكرة نحن لسنا في عالم سبقنا كل من قبلنا، ولكن نحن أدواتنا حاليا مختلفة في التعبير عن ما يدور حولنا، عن آلية الحياة اللي بتصير. الناس حاليا ممكن ما يكون كتير بهم السحر، لأنه من خلال هذه التكنولوجيا الزرقاء استطاعت تعمل زواج وحب وبزنس وفولورز وثورات وتغيير، وكله قاعد في مكانه ما تحركش، لأنه الحياة ما تغير فيها شيء سوى كثرة فيها الكلام والسحر الأسود على صفحات الأزرق. بالفعل، إذا تتفق معي في فكرة أن
اهتمام الإنسان بالسحر هو أمل أو ما يسمى رغبة في تحقيق ما هو مادي بطرق غير مادية. تتفق معي في هذه الفكرة؟ ممكن إيه. لا. أوكي. طبعاً أنا قلت في أنت سألتني سؤال هل هناك سحر؟ أنا قلت لك قبل ما أجيبك أيضاً على هذا السؤال هل هناك سحر يجب أن نعلم تاريخ السحر. والكل يعلم أكيد هنا معناتها اللي تابعوا فينا خاصة الأشخاص اللي معناتها مطلعين على تاريخ التطور الفكري والنفسي للإنسان أن السحر يسبق الدين بآلاف بل بمئات أو عشرات الآلاف من السنين. بل يمكن القول أن الإنسان الأول الذي ترك آثار مثل إنسان الكهف سواء في أوروبا سواء في آسيا سواء في إفريقيا ترك رسوم في المغارات وفي الكهوف التي تعتبر هي نوع من أنواع السحر، حيث أن الإنسان الأول من خلال رسمه للفيل أو للأسد أو للذئب في المغارة يريد أن يسيطر على روح وذات ذلك الشيء في عملية الصيد. إذن احنا نتفق أن السحر قديم قدم الإنسان، يعني ليس شيئا جديدا الآن. هذه نقطة جدا مهمة يجب أن نعرفها، وأن السحر صاحب الإنسان منذ أول وجوده، لأن الإنسان هو كان الكائن الوحيد الضعيف الذي لا يملك مخالب الأسد، لا يملك أجنحة النسر، لا يملك أرجل الغزال لكي يهرب من الفريسة. الإنسان يمكن أن نقول هو أضعف حيوان جسديا، ولكن هو الحيوان الوحيد الذي موجود على الأرض وفكر أو تخيل أو تصور ما وراء الجدار، ما وراء الغابة. الحيوان عندما يعيش في الغابة لا يخرج من الغابة ولا يفكر ما هو موجود خارج الغابة. مثل في الفلسفة عندما نقول أفلاطون عندما يتكلم على المدينة الفاضلة، أو بعض الفلاسفة عندما يتكلموا على إنسان المغارة أو إنسان الكهف، الإنسان الميزة بتاعه أنه عندما يكون في صندوق أو يكون في غابة أو يكون في مكان دائما يفكر ما وراء الأشياء ولا يتوقف على المظاهر المادية الموجودة أمامه. ومن هنا ولد السحر كما ولدت كل العلوم الموجودة، كل العلوم البشرية. لهذا أنا أؤكد معك وأكرر على أن السحر علم. ولهذا أعود إلى هل هناك سحر؟ الإجابة يمكن أن تكون نعم ويمكن أن تكون لا، ولكن يجب أن نعلم أن هناك ليس نوعا واحد من السحر. وأنت تطرقت إلى هذه النقطة حول ما يسمى بسحر الكلام أو سحر التعبير أو سحر اللغة. نعم نعم، لو فهمنا الأمور كما هي يمكن أن نقول كل شيء في هذا الوجود هو سحر، بل الوجود نفسه ووجودي ووجودك والحديث الآن المباشر ومن يسمعنا هو سحر. السحر هو أن يتحول لا شيء إلى شيء، هذا هو السحر. السحر هو كن فيكون، لا يهم المدة، المهم الوصول. ولهذا أول شيء تعلمته في السحر أو أول شيء معناتها أردت أن أفهمه في السحر هو ما يسمى هيكل السحر أو تقسيم السحر. لأن إحنا كما ديما نقول في الفيديوهات متاعي موجودين في عالم مادي، في عالم مؤطر. يعني الوجود بحد ذاته هو عبارة على تحديد الأشياء،
كثير أشياء. لا يمكن أن أرسم رسم ليس له إطار، ليس له حدود. الوجود هو عبارة على حدود داخل اللامحدود. هذا هو الوجود، هو الذي يجعل مني أنا أنا وأنت أنت، والكأس كأس والماء ماء. إذن من هم مختصين في علم السحر وفي علوم السحر يعلمون إن هناك أربعة أنواع من السحر أساسية، هي السحر الأبيض والسحر الأسود والسحر الأحمر والسحر الأزرق. هذم الأربعة أنواع من السحر الأساسية الموجودة، وأي إنسان متطلع في علوم السحر يعلم هذه الأمور. ولكن طبعا هناك من اختص في العلم الأزرق، وهناك من اختص في العلم الأحمر، وهناك من اختص في العلم الأسود في السحر الأسود، وهناك من اختص في السحر الأبيض. أرجو أن أكون لم أجيب بعد عن السؤال، لأن السؤال سوف يكون في آخر الفيديو، ولكن أعطي للمشاهد ما هو الفرق بين هذه الأربع أنواع من السحر. السحر الأبيض الذي يطلق عليه السحر الأبيض، والذي يطلق عليه أيضا السحر العقلي أو السحر الحيلة، والذي يستعمل فيه كثير العملية العقلية، وهو أكثر أنواع السحر منتشر بطريقة إبهارية أو بطريقة عملية أو مهنة كمهنة. السحر يمكن أن أقوم مثلا بإخفاء الشيء، أو بورق اللعب، أو بعدة أشياء، وهي كلها تعتمد على حيل معينة من أجل إبهار الطرف الآخر. وهذا السحر هو في متناول الجميع، يكفي أن تعلم الحيلة وتحسن تطبيقها حتى تصبح ساحر مهني بأتم معنى الكلمة. فهذا السحر في الحقيقة لا يشكل خطر، وإنما يشكل جانب من جوانب الفولكلورية، أو ما يسمى الإبهارية، لا أكثر ولا أقل. أما السحر الثاني هو السحر الأسود، الذي هو يعتبر أيضا السحر المادي، وهو يعتمد على قاعدة أساسية يطلق عليها تأثير المادة على المادة. ومن السحر الأسود الذي نعرفه الجميع الآن، والذي معناته غير غريب على أي إنسان، هو السم. أنك تعطي إنسان شيء يأكله فيموت. السحر الأسود مرتبط بالجسم، يعني هو علم من العلوم التي تدرس تأثير المادة على المادة. هناك في الوجود كل شيء، معناتها الإنسان استطاع أن يفهم مثلا عندما أشرب الخمر إني أسكر، فهو نوع من السحر، أو إني أشرب الماريجوانا أو الحشيش إني أعيش في حالة معينة، هو نوع من السحر. الشمان استخدموا هذه الأمور، وكما قلت لك هناك آلاف الأشياء، مثلا نضرب مثل بسيط جدا، اللوبيا اللي احنا ناكلوها، عندما تاكل اللوبيا تحمل. إذن هذا هو السحر الأسود، تأثير المادة على المادة. ننتقل للنوع الثالث من السحر، هو السحر الأحمر، والذي هو مرتبط نوعا ما، يعني ومن الصدف أن السحر الأحمر الذي هو مرتبط بعالم الجن لا يطلق عليه السحر الأزرق، لأن السحر الأزرق هو نوعا آخر من السحر، وسوف نذكره في آخر هذا الكلام. لكن احنا نعلم أن أنواع الجن أيضا، عندما ندرس الجن أو ما يسمى الغيبيات أو ما يسمى الأرواح أو ليزيسبري أو أي اسم تعطيه مش مهم، أن هناك أيضا ألوان، عندنا الجن الأزرق، وعندنا الجن الأحمر، وعندنا أنواع أخرى من الجن. السحر الأحمر، خليني نعود على السحر الأحمر. السحر الأحمر هو يستعمل بالطاقة،
ما يسمى بالطاقة. احنا نعلم ان عندما نقرب الحديد من ما يسمى الذكير او ما يسمى شيء، هناك جاذبية. هذيك الجاذبية هي الذي بين ما يسمى الحديد والواحد، هي الذي يستعمل فيها السحر الأحمر، هي تأثير ما يسمى الطاقة، الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية على الإنسان، ويمكن أن يستعمل السحر الأحمر في عملية الجلب أو التأثير الغير مباشر، ليس التأثير المادي مثل السحر الأسود الذي تأكل شيء، وإنما التأثير عن بعد. ولهذا يعتبر السحر الأحمر هو السحر الذي يستخدم فيه الجن، والذي تلاحظونه كثير، مثلا تشاهدون إنهم استعملوا في المقابر أو في تعليق الأشجار، حيث يكتبون نوع من الطلاسم ونوع من الاستعمال ما يسمى القمر والنجوم واستعمال الفلك في التأثير الغير مباشر، المادي الغير مباشر عن طريق الطاقة. أما السحر الأخير والذي أنا أطلق عليه أيضا السحر النفسي أو هو السحر الأزرق، هو الذي تكلمت عليه أنت، وهو عملية الكلام وعملية التأثير النفسي، ما يسمى بالسحر الأزرق. نجم نقوله داخل فيه علم النفس، كيف تستطيع أن تؤثر على إنسان أو على مجموعة عن طريق بعض الإشارات. واستعمال الأزرق ليس مسألة جديدة، الأزرق هو لون يعتبر هو المسيطر على الأرض، حتى إن الأرض مطلق عليها الكوكب الأزرق، ورغم إن الماء لونه أو البحر هو أزرق، ولكن في الحقيقة هو ليس له لون، ولكن السماء هي زرقاء، ولهذا اللون الأزرق هو لون السيطرة. من يستعمل الآن في الفيسبوك أو حتى في عالم إسرائيل أو في الماسونية اللون الأزرق، فهم يريدون أن يقولون نحن نريد السيطرة، نحن نريد أن نتحكم في كل شيء، هذا هو مفهوم الأزرق. أظن خذيت فكرة على أنواع السحر الموجودة، وأي سحر من هذه الأسحار أنت تريدين أن تعرفين عليه أكثر؟ واسمحوا لي على الإطالة. لا الكلام دقيق جدا، وممكن لأنه كل شيء هو له ريفلكت، له انعكاس. يعني ما تحدثت عنه الآن عن الأربع ألوان أو أنواع للسحر، هي واقع ويؤكد بأن في داخل كل بشري جني، هذا الجني هو ذاته، هو نفسه، ولكن بما أنه هناك ذات ونفس ومادة و فبالتالي نحن كبشريين، والبشرة أقصد فيها المادة، الجسد، الإيجو أو الإيجو، هي النظير للمادة للإنسي. يعني هناك إنسي هو البشرة هو الجسد، وهناك الإيجو هي الجني. ففي داخل كل واحد فينا هناك جني، وهذا الجني بالفطرة جاء يملك كل الأدوات بالفطرة. ليه؟ لأنه أعتقد أولا في بداية حديثك قلت أنه في البداية كان حيوان عن الإنسان، ليس حيوان وإنما حيوات. أنا أؤكد وأعيد بأنه الحيوان هو كائن، والإنسان كائن، والنبات كائن، كلها حيوات. حيوات طالما فيها حياة تكبر. لكن اللي تميز فيه، ليش أنه ذكرت أنه الحيوان لا يسأل عن السحر، كذلك الشجر، النبات، الغيم، كل هالأشياء، لأنه الإنسان كما قلت في البداية هو أضعف الحيوات، لأن الإنسان كان من الممكن أن يأكله المفترس، كان ممكن الساعقة أن تصيبه، في المقابل هو غير قادر أن يأكل أن
يعني إذا كان أمام الأسد لن يخيف الأسد، وإذا كان أمام الساعقة لن يخيف الساعقة. لذلك هو الأزكى كونه أخذ من كل ما حوله قبل أن ينتقل من الغاب إلى المدنية، أخذ من كل الأشياء حوله أبرز ما فيها، وهذا كان معه بالفطرة، يعني تحولت هذه الأشياء له بالفطرة. فأنواع السحر اللي حكيت عنها هي موجودة عن كل البشر كلها. وموضوع الأزرق اللي أنهيت فيه حديثك هو واقع حالياً، لأنه بناء على حديثك لماذا كان الفيسبوك أزرق مش بنفسجي، مش أسود، مش أبيض، مش أي لون آخر، برتقالي، ليش أزرق؟ يعني أنا اللي بدي أقوله إنه علينا نحن الآن في هذا الزمن اللي نعتقد فيه بأنه نحن أكثر تطور من باقي الأجيال اللي سبقتنا، وهذا مش صحيح، ولكن إذا صارت أدواتنا قادرين أن نساويها بما تخدمنا شخصياً، يعني في الحضارة البابلية أو الفرعونية ترى كانوا اهتمام وسحر مرتكز على أن يتركوا وراءهم أثار تؤثر على نظرك ولا يمكن أن تلغيها. الأهرام لا يمكن أن تقول عليها وهم، وإنما هي سحر البصر بأنك تشوفه ومتأكد أنك بتشوفه. نحن حالياً حولناها لخدمتنا الشخصية بأنه صار في عنا أدوات، آلات، صار عنا اتكال على الآلة أكثر. فاللي بدي أقوله بأنه نحن علينا أن نعي تماماً بأنه ما يجري حولنا ليس هو موضوع قوة ولا سلطة ولا سحر، وإنما نحن الآن عملياً خسرنا الطاقة. الطاقة، يعني إذا كان السحر الأحمر هو عن الطاقة، فالطاقة هي أقوى شيء في حياة الإنسان. لذلك بناء على حكيك، إذن السحر واقع وموجود، ولكننا لا نحتاج إلى الغيب، وإنما علينا أن ننظر بداخلنا لنكتشف أي من أنواع هذه السحر أقوى، وكيف نحمي نفسنا من الأشخاص الآخرين اللي لديهم أقوى مننا. ما بعرف، أنا هيك تعليقي على اللي قلته، لأنه اللي قلته كتير مثير وجميل ومقنع. تفضل. بالفعل كلامك في محله. لو فهمنا أن السحر هو أمر غيبي ولا يقدر عليه إلا القليل فقط الذي لهم القدرة على استعمال السحر، أقول لك السحر غير موجود بهذا المفهوم، أو أنت الساحر. نعم، هذا الذي أردت أن أصل إليه. في الحقيقة عندما تؤمن أن السحر هو حاجة أكبر منك، حاجة أقوى منك، حاجة فوق منك، أعلم أنك مسحور. أو بالأحرى، عفوا كريم، مش أنه مسحور، وإنما فعلا يحتاج لأن يدخل في عالم الغيب اللي هو يخشى أن يدخله ويخاف منه، وعلما مؤمن فيه. عالم الغيب هو داخلك، ادخل إلى ذاتك وأنت ستكون أقوى السحرة. السحر في داخلك، وإذا كنت تؤمن في السحر وتذهب وتصرف الأموال على تحقيق شيء غير قادر أنت على تحقيقه، فاعلم أنك تحتاج لمزيد من الثقة بالنفس، والطريق هو أن تعرف نفسك من خلال ذاتك وليس من خلال الآخر. بالفعل اللي حبيت نقوله، عندما تعتبر أن السحر حاجة أكبر منك، أعرف رك أنت هو الصغير، ليس السحر هو الكبير، وإنما أنت هو الصغير. وللعلم أن لو الآن بعد تجربتي الطويلة في علم السحر
ومعرفتي وإحاطتي بعلوم السحر بصفة عامة وصلت إلى نتيجة مهمة بالنسبة لي، هو أن السحر أمر طبيعي ليس أمر خارق للعادة، وإنه في متناول الجميع. يعني كل إنسان يمكن أن يكون ساحر في جانب من الجوانب باستعمال طريقة من الطرق. لا يجب أن تقول، أنت قلت معناتها أن إحنا نعتبر الواحد تطورنا، إحنا صحيح تطورنا في جانب، ولكن تأخرنا في جانب كبير جدا هو جانب الحس. الحس والوعي الوجودي الذي كان أقوى قبل 10 سنوات من اليوم أو قبل 100 سنة من اليوم. إحنا صحيح نذهب نحو المادة والتطور والتكنولوجيا، والآن نتكلم عن بعد آلاف الكيلومترات، ولكن هل ما زال لنا الحس الذي جعل منا بشر وأخرجنا من عالم الحيوان؟ إذن جواب على السؤال بتاعك، نعم السحر موجود، ولكن هو ضمن تركيبة الوجود وضمن الوجود، وكل شيء تفعله في وجودك وفي حياتك هو يعتبر سحر. لو عندك تعليق حول معناتها الموضوع. أنا ما عندي تعليق، ولكن ممكن من اللي عم بيسمعونا يقول بس أنا لما بنام بشوف الجن بيطلعوا لي بيمسوني بيصيروا بيطلبوا مني، يعني بما معنى حتى لما مؤخرا ومع وجود الانترنت، على فكرة الانترنت هو أكبر ساحر، أكبر ساحر مسيطر حاليا على البشرية بالكامل بالكامل. وللأسف هذا الانترنت الذي بالدرجة الأولى له الفضل بأنه أتاح الفرصة لأن يقال لنا ترتيب التاريخ، لأنه في سابقا كنا لا نعلم عن الحياة إلا ما قيل لنا وما درسونا إياه في المدارس وما يقال بالنسبة للديانات. حتى الوقائع التاريخية كتبت كما يحلو لراويها، ورددت كما يحلو لمن سمعها فرواها بسحره الشخصي. فهذا الإنترنت على الأقل وضع أمامك كل الأوراق، عليك أن لا تتبع أي شيء وإنما اقرأ كل شيء. كل الديانات السماوية أو الإبراهيمية قالت في البداية كانت الكلمة فاقرأ، الكلمة واقرأ، لكن لا تتبنى وإنما خذ ما يلمع في ذهنك، وكلها شفرات شفرات، حاول أن تجمع ما يلمع في ذهنك من هذه الشفرات وستفاجأ من الإيميج الذي سينتج عنها، وستفاجأ من نفسك كم أنت ساحر ولديك قدرات وإمكانيات، بدل أن تستخدمها بأنها شطارة في شيء يفيدك أولاً ويفيد مشروع سامي. أنت أجمل ما فيه أنك إنسان، إنسان، هذه الكلمة الكل يستهين فيها، أنت إنسان. قلت مرة أنت كريم إنه هذا الكون لو فقد الإحساس، إحساس الإنسان فيه لانتهى. نعم الإحساس كلمة عظيمة وجوهرية، وكل ما نحتاجه حاليا أن نعود لأحاسيسنا. إحساسك، اتبع إحساسك وليكن إحساس الفطرة، مش لأنه كريم قال هيك وفلان قال هيك والمعلم قال هيك والشيخ قال هيك والمش عارف مين قال هيك. أنت 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 سيد نفسك وأنت الملك، لأنك إنسان ولست بشري. سنتحدث في مرة من المرات لو سمحت ما الفرق بين البشري والإنسان. تفضل.
أنا مستمتعة جدا. موجه السؤال لك بأنه في بعض الأشخاص مصرين بأنه هناك جن وفي ملاحقة من هذه الجن، والجن هي التي تسبب الكوابيس وهي التي تأخذ حياتك للهلاك، وبأن بعض الأشخاص لديهم بعض السحر الأقوياء يلي يسحروك، وحياتهم معطلة تماما بسبب السحر والجن. شو جوابك؟ في ناس عندهم قناعة مطلقة بأن هناك سحر وجن، لأنهم ضعفاء، لأنهم لم يعرفوا أنفسهم، ولأنهم متأثرين بما قيل وقال، لا أكثر ولا أقل. بالنسبة لي لا أكثر ولا أقل، إنهم أشخاص لا يعلمون إنهم هم بدورهم يمكن أن يكونوا ساحرين، غير إنهم ما يعرفوش أنفسهم وما يعرفوش أحاسيسهم. فما ما يسمى بالذكاء، الذكاء هناك أنواع من الذكاء طبعا، وهناك ما يسمى بالذكاء العاطفي أو الذكاء النفسي الذي ينطلق من التفريق بين ما يسمى المشاعر والأحاسيس، كما تفرق بين كأس وبين كرسي نفس الشيء. ولكن احنا مع الأسف الذكاء العاطفي أو الذكاء النفسي الذي ينبع من الداخل بتاعنا مفقود، كما قلت أنت أن ماشينه قاعدين نفقدوا الأشياء التي كسبتها الإنسانية خلال آلاف وعشرات الآلاف من السنين، وهي الحس الإنساني. وأصبحنا نهتم أكثر بما هو خارجي، بما هو مظاهر، بما هو مادة، بما هو ملموس، بالآخر. هذه هي المشكلة، نعيش من أجل الآخر، خاصة نسينا أنفسنا، يعني نعيش للآخر ونسينا أنفسنا، والآخر يعيش للآخر ونسي نفسه. بالفعل. تعرف ذكرتني في هذه الفكرة، يعني هي حالة منتشرة جدا في مجتمعاتنا الشرق أوسطية أو الشمال الإفريقية، هي أن الإنسان لا يعيش لنفسه، لا يعيش، يعيش لما قيل وقال وما يقال. عاد ذكرتني هذه الفكرة لأحد الأساتذة أو المعلمين اللي كنت نقرأ عنده، سألته قلت له معناتها ما هي، يعني طبعا دائما السؤال يكون يمكن نفس السؤال والإجابة تكون دائما مختلفة، لأن الإجابة دائما تعبر على جانب من جوانب السؤال. فلهذا معناتها عندما نسأل السؤال لا نقول أكتفي بالإجابة الأولى، يجب أن أسأل السؤال. وهذه النقطة أنت وضعت عليها أصبعك عندما قلت يجب أن نقرأ كل شيء ونلمس ما هو يلمع. هذه فكرة جدا مهمة لو ننتبه إليها ولو نحسها. السؤال هو ما هي ما يسمى الراحة أو السعادة بصفة عامة؟ يعني كيف نعيش سعداء؟ فهمت؟ فكان الجواب يعني نوعا ما مبهر نوعا ما. احنا في الحقيقة كل ما نقوم به هو من اجل الآخر، من اجل ان الآخر يرضى عنا، وحتى ان مضطرين ان نكون منافقين لكي نحب، مستعد اني اعمل المستحيل لكي اظهر وابتسم للآخرين لكي يقولون إنه إنسان جيد، رغم أني أنا في حالة نفسية لا تسمح لي بالضحك. في الحقيقة بهذه العملية ماذا أعمل؟ أفقد نفسي، أفقد ذاتي، يجب أن أكون كما أنا. الآخر لا يهمني أن قبلني أو لا يقبلني، وهذه عملية النفاق هي التي تركتنا معناتها في المجتمعات متاعنا، موجود في العالم أجمع ليس في المجتمعات متاعنا فقط، إننا ليس إيتنتيك، ليس حقيقيين، مزيفين. يعني حتى الذي هو يلك معناتها نجم نقول وإحنا مهم منا أصبح فارس بالتونسي نقول يعني مزيف. وهذا اللي خلينا مع الأسف نعيش هذه التعاسة وهذا الحزن، لأن نفسنا
أو ما يسمى ذاتنا، وقت تبقى بينها وبين الحيوط أو بينها وبين نفسها، سواء في الدوش، سواء في التواليت، سواء عندما نكون في البيت وحدنا، وقتها نعرف حقيقة أنفسنا، إننا لا شيء، إننا لا قيمة لنا، لأننا لم نعيش من أجل أنفسنا، وإنما عشنا من أجل الآخرين. طبعا هوني أردت أن أقول نقطة، معناتها أن الفيديو أصبح طويل نوعا ما، والموضوع اللي تكلمنا عليه هو ليس موضوع محدد، بل هو موضوع محدد ولكن عام في نفس الوقت. يعني الهدف من هذا الفيديو ليس أن نصل إلى نتيجة هل السحر موجود أو غير موجود، الهدف من هذا الفيديو هو أن نفكر، أن نحس. ولهذا معناتها يمكن تكون لنا معناتها فيديوهات أخرى، مواضيع أخرى مع لونا في ما يسمى الذكاء الإنساني أو الذكاء العاطفي أو الذكاء الشعوري، لأن الذكاء العلمي أو ما يسمى المادي هو معلوم، بينما الذكاء العاطفي غير معلوم مع الأسف، رغم اللي هناك من تكلم عليه. وأترك لك الكلمة لكي تختم هذه الفيديو، وأشكرك على المشاركة وأشكرك على التفاعل في هذا الموضوع. تفضل لونا. أنا أشكرك، لكن أنا بدي أقول إنه الإحساس هو المنبع كل أنواع المشاعر أولاً، والمشاعر لما منقول مشاعر لازم نعرف إنه مهما كثر عددها لكنها قادمة من مصدر واحد هو الإحساس. الإحساس واحد ولكن قادر على أن يعطي كل المشاعر، وعلى تاج هذه المشاعر هي أحزانك. فكل من يسمعنا أتمنى عليه أن يحترم أحزانه، لأن الحزن هو الحقيقة، والفرح هو الوجه الآخر، ولكن في النهاية الفرح والحزن يأتوا من منبع واحد هو أنت، وأنت أنت إحساس. حتى نواياك هي إحساس، كل ما فيك هو إحساس، حتى حواسك الخمسة هي حواس إحساس، كل شيء فيك إحساس. ما ميزك عن باقي الحيوات هو الإحساس، علما لا يقل عنا إحساس على فكرة، ولكن نحن إحساسنا ذكي وهم إحساس طبيعي. هذا الفرق بيننا كإنسان مش كبشري. أؤكد على كلمة البشري، وإذا كان هناك لقاءات قادمة بيني وبين كريم أنا أحب أن نتكلم عن الكورونا، لأننا حاليا في عصر الكورونا، وهذا العصر هو العصر المفصلي، لأننا سندخل على العالم الجديد. نحن الآن في النفق، كل من عاد من الموت قال كنت في نفق أسود وفي نهايته نور. هذا النفق هو الزمن الذي استغرقته من خروجك من الرحم إلى الحياة. الحياة هي مشروع نور لأنها جاءت من النور. لذلك كورونا ليست كما فهمها الجميع. كورونا ورغم أنه نسبوها للماسونية، والماسونية شعارها أزرق، وألصقوا فيها السحر الأسود وكل هذه الكلام، أنا لا أدافع عن أحد، أنا أدافع عن الإنسان. الإنسان هو قضيتي لأني أنا إنسان. لذلك إذا كان هناك لقاء قادم سيكون عن حقيقة كورونا، كورونا التي أحزنت الجميع وجعلتهم معنويات تهبط، لكن عليكم أن تعرفوا ما حقيقة كورونا، حقيقة هذا العصر 2020 أو 2020. أنا دايماً نادية 2020. لازم تعرفوا أنه 2020 اللي هي في علم الأرقام 4، وكل من يعرف في علم الأرقام يفهم ما معنى 4.
لذلك أنا كثير بشكرك، أنا دائما سبب قدومي إليك هو ما سمعته وما لمع في ذهني من كلامك، مش كل كلامك ولكن ما لمع، ولكن ما لمع عندما خاطبتك لقيت أنه يستحق، وأنا سعيدة في حضوري معك. بشكرك جدا، هذه فرصة أنا أحترمها جدا جدا، لأن الاحترام فوق الحب. احترموا كل ما فيكم، واحترموا حتى ذاتكم الداخلية يلي هي السحر الأسود، واللي ترفضوا أنه تدخلوا لها لأنها فيها عذاب، لأن فيها مواجهة، لأنها مرآة الذات العليا. فالسحر الأسود داخلكم لا يأتيكم من أي جهة، وإنما هو داخلكم. ما حطول، شكرا كريم. شكرا شكرا. طبعا الأربعة هو بداية النهاية، بداية النهاية وفي نفس الوقت نهاية البداية. انفينيتي. انفينيتي طبعا، الانفينيتي. إذا شكرا أيضا أنت على الإثراء اللي قدمته من خلال هذه المداخلة، وأتمنى أن تكون طبعا الحلقة القادمة في أول فرصة عندما يكون عندي وقت تكون حول الكورونا. لماذا نتكلم عن الكورونا من جانب آخر غير الذي تكلموا عنه، لأن هناك كثير من الآراء وكثير من الاتجاهات. وطبعاً احنا الهدف من هذه الفيديوهات أو من هذه النقاشات أو من هذه الحوارات، ليس الهدف هو أن نصل في آخر الفيديو أن نعطيك إجابة، وإنما الهدف أنك تجد الإجابة اللي تساعدك أنت. وشكراً على المشاركة، وشكراً على التوزيع، ومع فيديو قادم وبسلامة. وشكرا للونا التي شاركت معنا هذه الحلقة. مع السلامة. بسلامة. مع السلامة.